هل طفولة وشباب يسوع حقيقة؟ أين عاش المسيح كطفل وكشاب؟ هل ترك النصرة؟ هل راح للهند؟ هل سافر إلى أي بلد آخر في هذا العالم؟ ابقوا معي، سنكتشف هذه الحقائق بعد قليل. من جبل القفز الذي يطل على مدينة الناصرة الجميلة، عاوز أتكلم عن طفولة وشباب يسوع المسيح. وهذه المنطقة طبعاً بتشهد عن أحداث عديدة في هذا المكان. تخيل معي، هذه البلدة الناصرة عاش فيها يوسف النجار البار، عاشت فيها القديسة المطوبة مريم العذراء، وعاش فيها الطفل يسوع، وأيضاً عاش شبابه، يعني مشي في زقاقات هذه البلدة وأكل في هذه البلدة ولعب في شوارع هذه البلدة. شيء غريب طبعاً، يعني نتخيل هذا الموضوع اللي يسوع جاء من السماء إنه يتصرف كطفل ويعيش كطفل في هذه البلدة. ابقوا معي، سأشارك بعد قليل عن هذا الموضوع. نعرف من العهد الجديد إنه يسوع ولد في بيت لحم لتتميم النبوات، ومنعرف إنه الرعاة جاءوا من حقول الرعاة حتى يباركوا ليسوع، ومنعرف إنه في حكماء مجوس جاءوا من المشرق ليقدموا له السجود والهدايا. وبعد هذا هيرودس أراد أن يتخلص من يسوع، فالعائلة المقدسة هربت إلى مصر. وبعد فترة أعلن الملاك ليوسف أنه يرجع إلى البلاد. ما رجعوا إلى بيت لحم لأنه في المنطقة هناك كان بيحكمها هيرودس أرخيلاوس ابن هيرودس الكبير، وهذا أيضا كان شرير وفاسد. فجاءوا وعاشوا في مدينة أو في قرية الناصرة، بلد زراعي، منطقة ريفية جميلة مبنية على جبال كما ترون من خلفي. العجيب أحباء أن ولادة يسوع كانت في مذود بعيد عن كل الأنظار، وعاش حياة طفولة وشباب كمان بعيد عن الأنظار. يوسف ومريم، مريم لأنه كانت مفتكرة كل شيء عن يسوع في قلبها. ويسوع المسيح صعب أنه نتخيل أنه كان فعلا عايش في هذا البلد الناصرة، بلد جميل، وجاء لأنه مكتوب يدعى ناصرياً لتتميم النبوات. خليني أبتدي أقول أنه يسوع عاش حياة طبيعية، مع أنه ابن الله الأزلي لكنه تجسد في ملء الزمان، أخلى نفسه وبذل نفسه من أجلنا. جاء
ولد ولادة طبعاً من عذراء، عاش كطفل وكشاب حياة طبيعية، ولأنه طفل أحبائي لما ابتدأ الخدمة كان بيتعاطف مع الأطفال اللي ما في المجتمع آنذاك طبعاً كان غير مرموق أو مرغوب، لازم يبتعدوا الأطفال، لكن المسيح قال دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السموات. تعاطف مع الأطفال لأنه عاش حياة الطفولة، تعاطف مع المجربين عندما تجرب حتى يعين ويقدر أن يعين ويرثي للمجربين، وهكذا تعاطف مع إنسانيتنا مع بشريتنا، فدخل كل مراحل الحياة كما يقول إنه ولد تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس. تعاطف مع الأطفال لأنه كان طفل، باركهم علمهم شفاهم مثل ما شفى ابنة المرأة الفينيقية. واحنا عارفين في المجتمع اليهودي واجب الطفل بحسب الوصايا العشر احترام الوالدين، إكرام الوالدين، طبعا طاعتهم، والفعاليات اللي بمر فيها الطفل في تلك الأيام هو التعليم والعمل. التعليم منذ نعومة أظفاره والعمل سواء في الزراعة، لكن على الأرجح أنه يسوع كان بيشتغل مثل يوسف نجار هاندمان بنجارة بالحجارة، لربما كان يشتغل في منطقة صفوريا سيفورس البلد الروماني، كان بيتعامل مع الكاستومر سيرفيس، كان بيتواصل بيتفاعل مع الناس، حياة طبيعية لكن بدون خطية، كانت الناس تعجب من شخصيته من حياته المباركة. وأنا متأكد كل شخص كان يقترب إلى يسوع كان يندهش، كان بيتعجب، كان يلمس من خلال هذا الطفل أو الشاب يسوع المسيح. مش بس كان بيعمل، كمان كانوا بيتعلموا بحسب العادات اليهودية. خليني أعطيك بس فكرة شو المراحل اللي بمر فيها الطفل. ابن 5 سنوات بيبتدي يدرس المكرا، والمكرا طبعا هو دراسة التوراة، يعني أسفار موسى الخمسة. ابن 10 سنوات بيبتدي يدرس شرح الكتاب اللي هو المشناة. وبعدين ابن 12 سنة، احنا بنعرف انه راح يسوع مع يوسف ومريم، ابن 12 سنة عادة بسموها مرحلة الانتقال من الطفولة إلى الرجولة، بيعملوا هيك احتفال بسموه بار ميتسفا، بيحتفلوا انه خلاص عبر هذه المرحلة إلى الرجولة. ابن 20 سنة يصبح شاب قوي ناضج طبعا مثقف متعلم، في هذه المرحلة بيبتدي يدفع ضريبة الهيكل، يعني نص شاقل إلى الهيكل، بيبتدي الدراسة العميقة من الأنبياء من التقاليد الآباء، كل هذه الدراسات، بيدرس الحكمة، بيدرس القيادة، بيعرف عن المعرفة، وهكذا أمور الحياة كيف تندار في هذه المرحلة بين 20 إلى 30 سنة. ابن 30 سنة يصبح راباي ناضج روحياً وعقلياً طبعاً، وبيبتدي بالخدمة في من ابن 30. وإحنا بنعرف إنه يسوع ابن 30 ترك الناصرة وذهب ليعتمد على يدي يوحنا المعمدان في المغطس عند نهر الأردن، ومن بعدها أخذ إلى البرية ليجرب من إبليس، وبعد ما انتصر على تجارب إبليس رجع مرة تانية إلى مدينة الناصرة، ونقرأ عن دخوله إلى المجمع يقرأ من مخطوطة إشعياء يعلن فيها أو يؤذن فيها إنه بداية خدمته قد ابتدأت عندما قال روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب. وقال يسوع قد تم هذا المكتوب اليوم، هذا المكتوب في مسامعكم. حاولوا إنه يقتلوا يسوع، لكن حاولوا يطرحوه من المدينة، الجبل اللي كان مبني على المدينة، لكن يسوع جاز. طبعا التقليد اختار هذا الجبل وسماه جبل القفزة، مكان جميل أكيد الرب يسوع زاره، منه بتشوف
سهل إزرائيل الطويل الكبير جدا من جهة مجدو، يسمى وادي هار مجدون، وأكيد كان بيطلع على جبل التجلي وكان مدرك الأحداث ماذا سيكون بعد هذا. ابن 30 سنة ابتدأ يسوع الخدمة، أي وصل إلى مرحلة النضوج الكامل والخدمة. طبعاً أعطيكم شو اليهود بفكروا، ابن 80 سنة هذا معناته أنه الإنسان وصل إلى قوة خاصة، وإذا إنسان عاش 120 سنة مثل موسى لم يفقد نضارة. المثل المعروف في هذه البلاد عقبال للمئة وعشرين، أو يا ليتك تعيش 120 لكن مثل العشرين، مثل العشرين. فالمسيح عاش حياة طبيعية في هذه البلد في مدينة الناصرة، كان يذهب إلى المجمع مكتوب كعادته، يعني كان يمارس العبادة، كان يمارس الصلوات، الطقوس وكل هالأمور كعادته. وطبعا الكتاب ما ركزش على يسوع شو كان بيأكل، شو بيشرب، وين بروح، وين بيجي، لألا نتشبه بأمور الكتاب مش عاوزنا، عاوزنا نتشبه بشخص يسوع الحقيقي. مثل ما ذكرت إنه المسيح كان عايش حياة طبيعية، ولد طبيعي، مع أنه الابن الأزلي. يعني الكتاب المقدس في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول يقول البشير يوحنا: الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. وطبعاً في الإصحاح الأول يقول: والكلمة صار جسداً وحل بيننا. والرسول بولس يقول: الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلص أن يكون معادلاً لله، لكنه أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان أطاع حتى الموت، موت الصليب. المسيح اللي جاء من السماء فعلا أخلى نفسه، ومثل ما بيقول الكتاب: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. عندما عاش في الناصرة عاش حياة طبيعية، متواضع، لطيف، بيشتغل، بيعمل بإيديه، بيتعامل مع الكاستمرز، مع الزباين، الناس بتعرفه، بيعرف الناس. لكن عاوز أحذر طبعا بعض المشاهدين، لأنه في بعض الأمور اللي بتختلط عليهم، عاوزين يعملوا بطولة من يسوع الطفل فبينسبوا إليه أعمال ومعجزات إلى آخره، مع أن الكتاب المقدس ما تكلم عن هذا الموضوع. في بعض الكتابات المزيفة والأناجيل المزيفة اللي من القرن الثاني اللي بتتكلم عن بعض هذه الأمور، مثلا الطفل يسوع وهو بيبي عم بيتكلم من المهد، طبعا المقصود عشان ينقذ أمه ويثبت أنه أمه مريم بريئة. ومرات آخر كان بيخلق هيئة من الطيور وبيصنعها أشكال وبينفخ فيها وبصير إلها حياة وهذه الطيور بتطير. مرات كتير بيكون يلعب مع الأطفال، كان يغير قلب الأطفال ويغير طريقة تفكيرهم.
لما كان يهاجم بعض المرات كان يحولهم إلى خنازير ببعض هذه الكتابات، ومرات كان يقول إنه كان ينزل موائد من السماء، لما كان يتحدوه كان بنزل موائد من السماء ويخبر ما في قلوب الناس. وإحنا بنعرف لما بندرس عن معجزات يسوع المسيح، المسيح لم يصنع معجزة واحدة لنفسه أو إشباع رغباته. لما الشيطان جرب يسوع قل لهذه الحجارة أن تسير خبزا، قال له ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. المسيح أشبع الآلاف لكن مش لإشباع رغباته وشهواته، كانت معجزاته معجزات خير محبة ورحمة للناس. فمهم جدا ننتبه لهاي الأقوال اللي عم تشاع وتذاع في هذه الأيام بغض النظر شو المصدر، إنها كتابات مزيفة. إحنا منعرف من إنجيل يوحنا الإصحاح الثاني إنه كان في عرس في قانا الجليل، وأول معجزة صنعها في قانا الجليل. وإذا بتتذكروا مريم جاءت إلى يسوع وقالت له ليس لهم نبيذ، أجاب يسوع وقال لها ما لي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد. خلي بالك إنه مريم كانت تعرف الكتب وكانت تدرك إنه ابنها صار عمره 30 سنة وإنه حان الوقت إنه يبتدي. وطبعا when mom speaks يعني لازم الولد يعمل، وفعلا مريم كانت مدركة يسوع المسيح إنه فعلا حان الوقت، حان الوقت. فالمسيح حول الماء إلى خمر، والكتاب يقول في آية 11 في يوحنا 2 هذه بداية الآيات قد فعلها يسوع في قانا الجليل حين أظهر مجده وآمن به تلاميذه. فهون في حد فاصل إنه ابتدأت المعجزة الأولى من قانا الجليل، وهذا إن دل على شيء بدل إنه إنك تنسب معجزات لطفولة يسوع هذه طبعا أفكار مزيفة. لكن يسوع عاش في الناصرة، والناصرة كان إلها سمعة رديئة، البعض كان بسميها مغارة لصوص، لدرجة إنه نثنائيل الذي من قانا الجليل تعجب أيكون شيء صالح من الناصرة. حتى لما ابتدأ الخدمة يسوع المسيح ابتدأوا يعيروه ليسوع، أليس هذا ابن النجار؟ أليست أمه مريم؟ يعني بكلمات أخرى ما احنا عارفينه، ما هو ربيان معنا ومنعرف عيلته، منعرف أهله، منعرف أمه، منعرف يوسف، من أين لهذا هذه القوات أو هذه الحكمة؟ فطبعا كانوا يعثرون في يسوع المسيح. الجدير بالذكر أنه آخر نبوة، نبوة ملاخي 400 سنة قبل ولادة يسوع المسيح، جاء يوحنا المعمدان ليمهد الطريق، لكن جاء المسيح ليكسر سنين الصمت، كل هذه السنين الصمت، ويبتدئ بهذه الخدمة المباركة. والجدير أيضا بالذكر أنه ما في أي ذكر للموضوع إلا لما كان يسوع عمره 12 سنة، مرحلة البر ميتسفا، النضوج إلى الرجولة، وراح مع يوسف ومع مريم إلى أورشليم. ولما رجعوا طبعا كانوا فاقدين يسوع، سألت مريم، سأل يوسف، أنت عارفين الناس كانت تسافر بقوافل، رجال بقافلة والستات بقافلة، والأولاد بيلعبوا بين القوافل، بروحوا قبل بعد وهكذا. يوسف ظن أنه مع مريم، مريم ظنت أنه مع يوسف. 3 أيام فتشوا عليه، أخيرا وجدوا يسوع في الهيكل، كان بيسأل، كان بيحاور، لدرجة من أين لهذا هذه الحكمة؟ خلي بالك عمره 12 سنة صار عنده ضليع أنه يكون السكالر، الضليع بكل المعلومات الكتابية في هذا العمر. هذا إن دل على شيء، كان بدل عقليا يسوع المسيح كمان كان متفوق جدا، عنده حكمة، عنده معرفة، عنده معلومات. لكن قال عبارة يسوع المسيح وهذا مهم جدا، ألم تعلماه أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي؟
لكن رجع إلى الناصرة وهو خاضع لهما، لكن حب يحط النقط على الحروف. مزبوط أنا أجيت وتجسدت، أنتوا إلكوا دور في حياتي، هذا هو الدور، لكن دوري أنا إنه أعمل مشيئة الآب، وهاي هي رسالتي. المسيح سافر في هذه البلاد، يعني مساحة يمكن 220 كيلو متر، وصل لصور صيدا، لعبر الأردن وصل للديكابوليس، المدن الرومانية العشرة، وصل لأورشليم، لهذه المناطق، وطبعا كطفل راح لمصر مع يوسف ومريم. البعض بيقول أنه راح للهند أو أماكن أخرى، لا صدقوني ما راح أي مكان آخر، لأنه الناس كانت عارف يسوع وربي في هذه المنطقة. المسيح كعادته كان يروح للأعياد اليهودية مثل أي ذكر يهودي 3 مرات في السنة. واضح أنه كان عارف بالشريعة اليهودية وكان بيدرك هذا التعليم. شخصية المسيح منشوف أنه كان مستقل ناضج، لما قال ألم تعلم أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي، بتشوف هون استقلاليته رغم طاعته وخضوعه لمريم ويوسف، لكن هو كان مدرك كل الإدراك إنه جاي في إرسالية من السماء حتى يطيع الآب ويتمم مشيئة الآب، أو كما قال طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عملهم. فهو كان طبعا مستقل، لكن مهم جدا كان بيهتم في مريم أمه، وكمان مريم كان إلها دور في تربية يسوع المسيح، كان إلها بالواقع دور كبير في تربيته، لأنه سمعت الملاك وفعلا كان إعلان من الرب، وعم بتشوف هذا الطفل بيكبر بين إيديها وبدها تعلمه كل الحكمة وكل شيء حتى يكون الرجل الناضج المستخدم والمستثمر لملكوت الله. لكن أيضا يسوع كان واخد باله من أمه. ما منعرف كتير عن يوسف بصراحة، بعد سن 12 سنة الكتاب ما بيذكر شيء عن يوسف. كتير من الناس بظنوا أنه خلاص مات يوسف، فيسوع كشاب طبيعي بيهتم في أمه، ومنشوف هذا عند الصليب لما كان هو على الصليب طلب من يوحنا، قال له هو ذا أمك، وطبعا يوحنا أخذ مريم وابتدى يعتني ويهتم فيها، وكانت تسافر مع يوحنا في الخدمة. لكن بعد سن 12 سنة مكتوب كان خاضعا لهما، لكن في آية بتقول كان ينمو في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. وهذا اللي منعرفه عن يسوع المسيح بين 12 لسن 30، إنه كان بيكبر وكان ينمو عقليا جسديا اجتماعيا وروحيا أيضا. أكيد كان في صحة قوية، لأنه كل التنقلات كانت عن طريق المشي، والشخص العادي الرجل العادي بيمشي يوميا من 15 ل 25 كيلو متر. واضح أنه كانت صحته منيحة، كيف منعرف من آلام الصليب، ولما علق على الصليب في كتير ناس بتموت تحت الجلد
أو هي ماشي في طريق الألم بتموت تحت الضرب، لكن واضح أنه كان عنده جسد قوي وصحة قوية، وهذا بأكد الآية أنه كان ينمو فعلاً، مش بس عقلياً، كان ينمو جسدياً وروحياً واجتماعياً أيضاً. عشان هيك أحبائي مكتوب عنه كان ينبغي أن يشبه إخوته ليتعاطف معهم. تعلم الطاعة فيما تألم، يعني مر يسوع المسيح في كل مراحل الحياة، من الولادة في بيت لحم، من الطفولة لحياة الشباب في الناصرة إلى النضوج الكامل الخدمة، وعاش 3.5 سنين بعد ما ابتدأ بالخدمة حتى يموت على الصليب ويقوم من الأموات، يعطي خلاص كامل لكل من يأتي إليه. مثل ما شفنا أعزائي المشاهدين إنه طفولة وشباب يسوع كانت طفولة وشباب عادي، لكن كان بسموها سنين الاستعداد والتجهيز للخدمة. كل هذه 30 سنة من بعد ما كسر سنين الصمت كانت سنين إعداد وتحضير حتى يقوم بالمهمة ويقوم في الإرسالية اللي الله دعاه إليه. لكن عاوز أكد أنه ما سافرش إلى أي دولة أخرى، لأنه الناس عرفته سواء في المجمع، سواء عرفوا يوسف، سواء عرفوا عيلة يسوع، عرفوا مريم باسمها في هذه البلدة. كل هذا يسوع المسيح عم بعلمنا أنه هو مثل في كل شيء اتعاطف مع الإنسان، وهذا التعاطف حتى الشخص ما يقول إنه جاء سوبر ستار ولا شخص متفوق مش ماشي مع حياة الناس، لا، عاش عادي، أكل شرب مشي في شوارع الناصرة، وربي كل هاي السنين بعيد عن الأنظار الشهرة والعيون إلى أن ابتدأت خدمة يسوع المسيح. الشيء الغريب إنه في 3.5 سنين بسبب هذه الإعدادات استطاع أن يلمس كل العالم برسالته وإرساليته أيضا. جبل الزيتون أورشليم القدس، أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع، والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين، ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي رح تكون بركة لحياتكم.